طارق لازم يبعد. يبعد يعني ايه؟ يعني تاخديه في اي حته وتسافري بيه بره. عملت ايه في الشغل يا بني ادم؟ عرفت لك الكمبيوتر اللي بيحط عليه ملفات الحسابات. انا فكرت في اللي انت طلبته مني. انا ما طلبتش، انا امرت. ما تبصليش كده يا ماما، اخلاصي قولي اللي عندك. عرفت ايه عن نهله درويش؟ اكيد انت يعني لاحظت انها في الفتره الاخيره نفسيتها زي الزفت. عايز حاجه من الواحات؟ انت اتنقلت. ماهر دغش وخليفه ابو دنيا، انا عايز المراقبه تبقى على بيتهم مصحصحه 24 ساعه، واكيد هنوصل له. دي صوره من الفيش بتاع دسوقي القصر وعليها صورته. قارن بقى صورتين ببعض. احنا بقى ليه مستبعدين ان امجد الديب يكون هو نفسه زهير الملاح؟ عايز تقف قدام اقوى غول فيهم وتقول له في وشه عينك حمراء، وعشان تقولها لازم تكشف القناع اللي بيداريها بيه. دي بجد طلعت صغيرة قوي. لا هي صغيرة بس هي كبيرة قوي عليك يا درويش. لان دي مش دنيتك. امال دنيتي فين يا امجد؟ تحت، تحت الرجلين، بعد امثالك في جهنم. جنهم ان شاء الله، بس ما تغدرش برضوان بقى وتنهب لك حته من الجنه. بس غريبه جاي وسط الناس وشك مكشوف يا درويش. انا عمري ما اديتك ضهري، انا طول عمري قدامك ولسه قدامك، بس انت يظهر ان كبرك غواك زي الكلب اللي شاف نابه في المراية افتكر نفسه وحش غول. حسابك كتير قوي يا درويش ولازم يتصفى. اذا كنت فاكر نفسك وحش غول لو تكتر على ايدي. تأديك نعمت وملست على الحرير، لكن ايديا انا اتشققت، اتشققت من كتر الشوك اللي غرسته في كتتي من 25 سنة. وكان على حساب اوانه مش دلوقتي ولا ده مكانه، بس اوعدك حصفيه في القريب العاجل وكله هيتراضى يا زهير. Ladies and gentlemen، حضرات السادة الحضور، هنبدأ دلوقتي مراسم الحفل السنوي لوزارة الاستثمار. هو مين اللي جرى؟ شيلوا أوروجواي اسكت. فعلا تشيلوا أوروجواي؟ طب واحنا مالنا احنا؟ انا مش فاهم يا عم. نفسي دماغنا، نفسي دماغنا من ام الاستنتاجات دي اللي احنا عمالين نحملها بدل هتاكل دماغي. انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. تعمل ايه في ايه يا عم؟ هات. على فكره عادي جدا، قصه بقى لها سنين طويله، مش معقوله لو انت نيجي نحلها في يوم واحد. ماشي يا اشرف. بقول لك ايه، احنا نروح لامجد الديب هنواجهه، هنقول له ان احنا عارفين عنك كل حاجه، كل تاريخك الاسود، وعارفين ان انت زهير الملاح. وحضرتك بقى معاك ما يثبت ان هو زهير الملاح؟ اه طبعا، معايا صورته مع درويش. وانت شايف ان ده مسوق قانوني؟ يعني انا اخفى من وشك دلوقتي واروح عشان ترتاح ولا اعمل ايه؟ اهدى كده شويه عشان تعرف تفكر معايا. احنا ايه اللي يخلينا ندور في الفروع طول ما ينفع نروح للاصل؟ انهي اصل فيهم؟ اهو فضل، فضل سيد الغول. فضل سيد الغول ده اللي احنا معرفناش نجيبه واحنا جوه القضيه، عايزنا نجيبه واحنا براها دلوقتي. يا ابني انت هتجنني. شفت قلت ايه؟ واحنا في القضيه. ساعتها درويش كان عنده مليون مبرر عشان يهرب مننا، لكن دلوقتي ما عندوش. ده على اساس ان احنا اتنقلنا قسم تطريز بقى، صح؟ يا ابني احنا لسه ظباط. وبعدين انت بتكلمني زي ما كنا في الاوضه اللي جوه، وهنشيل من عليه الغطا ونكلبشه. في ايه يا اشرف؟ في ايه؟ هنجيبه ازاي؟ قول لي. عادي جدا، هنجيبه المفتاح القديم. فريد تعالى لحالك فورا. يا نعيم اهدى يا امجد بيه، الوقت متاخر قوي. هو في ايه؟
في كارثه، في مصيبه. البس هدومك وتعالى تعالى لي. اجي لك ازاي بس؟ انا عندي الصبح بدري قضيه زينب ارض الصلاحيه. يعني عايز اجي لك وتروح علينا الارض ولا تستنى لما اخلصها واجي لك على طول؟ طيب اول ما تخلص المحكمه تيجي فورا. استنى، على بالك دي ليه؟ عاوزك تكلف حد من عندك يعمل لي حاجه مهمه قوي. يا اخي مع اني كنت بتمنى المقابله دي من زمان، لكن ما تفهمش لما جت خطف كده حسيت بمراره في حلقي وشوك، زي ما اكون بلع صبار. شريط بقى يسف قدام عينيا جايب القديم والجديد من اول ما عرفت زهير لحد دلوقتي. بس الحمد لله يا اخي انك مسكت نفسك، ده انا قلت اول ما هتشوفه هتجيبه سبعات في تمانيات. ايه يا شاب عملت ايه؟ اخبار الجبهه عندك ايه؟ النهارده في قصف جبهه كبير. انا جبت لك مصارين امجد الديب كلها على فلاشات. مصارين ايه يالا؟ حسابات المجموعه كلها 31 جيجا، كل فايل ينطح فايل. حلاوه يا حلاوه، ده الواحد كده له حق بقى انه يفتخر بيك يا شاب. بجد يا عم درويش؟ انا هجيب لك حاجه حلوه معاك؟ هجيب لك حاجه حلوه. هجيب لك بسكليتة. يلا روح نام انت، ما تنساش الفلاشة حطها على الكومودينو اللي جنب السرير بتاعي. انا مش زي بس يا عم درويش، ده انا بقيت مجرم. انا خايف قوي لو حد شم خبر باللي انا عملته ورفعوا البصمات هينفخوني. لا ما تخافش، هما ما بيرفعوش غير بصمات البني ادمين بس. يلا تصبح على خير. سلام. الله يسلمكم، عقبال عندكم جميعا. ربنا يتقبل منك يا خالتي. خالتك ايه هي اللي تتشك في بطنك؟ هو انا يا اختي كنت شاده الرحال ودافع الشيء الفلاني عشان تيجي انت وتقولي لي يا خالتي؟ انا دلوقتي بقيت حاجه. عقبال مبذوره تاني يا حاجه. تسلم لي وتعيش يا ابو شيماء. بقول لك ايه يا اخويا، بعدي عليا بعد العصر خد لك سبحه. بالراحة يا اخويا على المية زمزم، انا متخانقة عليها في المطار. والنبي يا اختي دول مقلبين مني جركن قد كده في المطار، الهي يكحمهم مطرحهم قاعدين. يا اختي ده انت وشك منور، اللهم صل على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. انت بتقولي فيها يا حبيبتي؟ ده انا من ساعة ما رحت حجيت وانا رجعت وحاسة نفسي خفيفة كده، زي ما كنت رحت رميت الحموم اللي هيك ورجعت. انت عفاف مرات خليفة ابو دنيا؟ ايه ده؟ هو انا اتقلت فجأة ولا ايه؟ دي دخلت بوليس وانا حافظاها. امن وقت اتكلم عنها. ليه يا اخويا؟ يا لهوي، لا يكون المكوس خليفة عمل حاجة في غيابي. يا اخويا استنى عليا شوية، ده انا لسه راجع من حال. يا استاذ رجب، فيش اي بشارة كده؟ ثواني بس يا جماعة، ثواني وهكون معاكم. اصل شاكك في حاجة كده. شاكك ايه؟ مش عايزين شك. غير مؤاخذة يعني، احنا عايزين الزبد. نعم؟ الزبد ما يعني؟ استاذ راغب ده دماغه تتقل بالذهب، اصبر بس عليه. دي ثقه اعتز بيها بقى جد بيه. بص سيادتك، واضح ان المحاسبين بتوع امجد الديب دول شطار قوي، مستفين الشغل على الاخر وبحرفنه كمان. بص يعني من غير مؤاخذه يعني مفيش اي كده خرم ممكن ننفد منه؟ بالعكس، ده من كتر شطارتهم مخلين الشغل الاصلي في اليمين والشغل اللي ملعوب فيه في الشمال. بص بقى الفولدر ده. هو ده يا باشا الفولدر اللي هتلاقي فيه الزبد اللي انت عايزها. مش عارف فولدر واحد بس يا اخويا؟ مش بالكتره ده، انت برقم واحد ممكن تودي الراجل ده في 60 دقيقه وانت معاك فولدر. فولدر احمد ربنا. ازاي بقى؟ الحمد لله رب، اللهم لك الحمد لك الشكر، ولين ولئن شكرتم لا يزيدنكم. طبعا، بس احنا برضو عايزين من غير مؤاخذه يعني الخلاصه. لا بالراحه عليها شويه، الموضوع ده محتاج دراسه وبتركيز علشان نلاقي له ماسك. يا باشا انا محتاج اقارن اليمين بالشمال، وده محتاج مني شويه وقت. لا وقت ايه بقى؟ غير مؤاخذه يعني، ده انا الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش املكها هي الوقت. معلش يا استاذ رجب، تعالى على نفسك شويه كده واستحمل رزلت يعني. حاضر، انا هحاول والله هحاول، وان شاء الله خير ان شاء الله. عارف انت مهما عملت في حياتك والله العظيم استاذ راغب،
تعرفش انت الخير اللي هتعمله لو خلصت لنا الموضوع ده بسرعه، يعني ربنا هيجازيك اخر جزاء والله. الحمد لله. الله العظيم سعادتك يا راجل، بارك الله فيك. ربنا باين عليك اصيل. انا هحاول والله. يا اصيله يا استاذ. الله يخليك والله. الله يخليك يا فندم. الليموزين اللي خرجت بفضل امبارح من الحفله كانت متاجره باسم مستشار اسمه طاهر حماد الاعصر. تعرفه المستشار ده؟ لا اعرفه ولا هعرفه، لان ببساطه مفيش في سلك القضاء كله مستشار بالاسم ده، لا حاليا ولا سابقا. لا لا لا. يعني فضل هو اللي عمل اللعبه دي؟ ليه لا؟ انت مفهمني انه شخص مش سهل، ممكن يكون زور الاسم وانتحل الشخصيه دي. بس ازاي يدخل حفله فيها اكبر رؤوس في البلد، والحفله محدش بيدخلها الا بدعوه ومن الوزاره نفسها؟ اسمع فريد، في حد بيحفر ورايا ولازم اعرف. يا امجد، انت اعدائك في السوق مش قليلين، لو فكرنا بالطريقه دي يبقى نص اللي كانوا في الحفله محل شك. بس كان فضل بيتحرك بسهوله كده وبالصفه دي يبقى اكيد ورا خيط هيوصلنا ليه؟ خيط الليموزين مثلا. ما تخافش، طبعا انا وراه، بس لغايه ما نوصل لحاجه عايزك تخلي بالك. خلي بالك كويس قوي، لانه بيدور عليك زي ما انت بتدور عليه. مش عايز تقول لي برضه ايه اللي بينك وبينه؟ بلاش اسئله كتير يا فريد. انا مش بسال عشان اشبع فضولي، انا بسال عشان اعرف اساعدك ازاي. لو في اي معلومه قديمه تفيدك ساعتها بقولها لك. ماشي. جوزك فين ايديها دلوقتي يا عفاف؟ والله العظيم اسحبت البيت ما اعرف. هو انا يعني لو اعرف هخبي ليه؟ وبعدين سعادتك خليفه ده يعني ما يتبكيش عليه. وبعدين انا لسه راجعه من الحجه، هكدب ليه يعني؟ حجه يا عفاف، يا عمره خليتيها حجه وام كده؟ هي صحيح سعاده الباشا عمره، بس انا كانت نيتي حج، وانما الاعمال بالنيات يا باشا. تمام، طلع بجواز وتاشيره مضروبين كمان. مضطره يا باشا، وطالما مضروبين قبل العمره يبقى زمانهم اتغسلوا مع الذنوب اللي قبلهم. ماشي يا عفاف، كملي بقى غسيل ذنوبك وقصري. هتوصلينا الخليفه ازاي يا باشا؟ هو انا لحقت احط رجلي في البيت يا باشا؟ دول الجماعه المخبرين زمايل حضرتك جم خدوني قبل ما عدت بعتبه البيت. وبعدين ما انا اديت نمره المحمول لحضرتك، اعمل ايه تاني؟ ما المحمول نمرته ده مقفول على طول يا عفاف. ما هو سعادتك تلاقيه مستخسر شويه الكهرباء اللي هيشحن بيهم المحمول. اصل بعيد عنك كده خليفه ده ايحه ومعفن. ماشي يا عفاف، خليني معاكي للاخر. علاقه جوزك بدرويش عبد ربه الارهاب يا باشا؟ الله ينور عليكي. ايوه كده، صاحبه وحبيبه يا باشا، ورحت رديت له اول ما شافه. اهو ده الكلام. كملي اشجيري. بص يا باشا، هي الكذب خيبه. انا ما شفتش درويش ده غير مره واحده بس، كان جاي الخليفه عشان يضرب له كارنيه دكتور عشان يدخل بيه مستشفى، وبعدين لما لقاني مزنجره وقافله على عده المخفي راح مزغلل عنيا بفلوس العمره. يا رب سامحني يا رب، انا مش بفتن، انا بقول الحق. طبعا الفلوس دي اللي اتحولت البوسطه لخليفه. اسم الله على مقامك يا باشا. والكارنيه ده اللي اتضرب هو الكارنيه اللي دخل بيه المستشفى لما الوزيره كانت هناك. لا باشا، انا لحد كده وما اعرفش اي حاجه، لا اعرف المستشفى فيها ايه ولا خليفه عمل ايه مع درويش. انا خدت حضرتك الفلوس وطرت. تمام. باشا سعادتك يا باشا، يعني انا ممكن اروح يا باشا يعني؟ لا لا، تمشي تروحي فين يا عفاف؟ ده كلام برضو، احنا ما بنستغناش عنك. انت هتنورين هنا في قسم الامانات شويه لحد جوزك ما يفكر كده يفتح الموبايل ولا يشحنه ويسال عليكي. ها؟ ايوه نعمل. انا فضل يا ستي، ما تعديش، انما العلاقة فمين يشيل. خير، وراك ايه المرة دي؟ بلاش اللسان ده يا نعمت، انا بتكلم بطمن. عملت ايه مع طارق؟ اقنعته بالعافية اننا نسافر دبي، هنسافر الليلة. حس بقلق كده ولا كده؟ لو قصدك على موضوعك اطمن، محسش بحاجة، لكن القلق موجود طبعا. السفرية دي هتبوظ له ميعاد فرحه. مفيش حاجة هتبوظ بإذن الله، أنا وعدتك
ان الموضوع مش هيطول، بس انت بس لو سمحتي تكملي جميلك معايا وتوفي معايا للاخر. خلي بالك على طارق يا نعمت، خلي بالك على طارق. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. يرضيك يا سيادة المستشار؟ يرضيك؟ بتوع اللندري ياخدوا السليبات بتاعتي يغسلوها، ما رجعهاش لحد دلوقتي؟ انا سليباتي لو ما رجعتش هعمل مشكلة كبيرة، وانت برضو لازم تشد عليهم على فكرة. يالا يالا بطل هذه. يالا قول لي، حد حس بعملتك في الشركة النهاردة؟ معرفش، أنا قعدت أتلكك طول النهار عشان أفضل بعيد. ما تعرفش عن إيه؟ ما رحتش؟ لا رحت، بس انا استاذنت من المعلم بتاعي، قلت له ماشي يا معلم انا هنزل السوبر ماركت كده اجيب بقى ايه اكمل ناقص البوفيه. قال له روح يا شباب حبيبي. قعدت بقى انا ضايع وقت على قد ما اقدر. انت حمار يا لا، انت حمار يا لا، انت ممكن كده تترفد. ما يرفضوني، مش عشان ما تبعد عليا يا عم درويش. ده بقى اللي هيشككهم فيك، ولو شكوا هيشانيروك شانيره. لا يا ابني اثبت، اثبت اعمل معروف، ما توديناش في داهيه يا حبيبي. ماشي يا عم درويش حاسب، بس والنبي شوف الموضوع السليبات ده عشان اتاخروا عليا وانا قلقان عليهم قوي. انا موصيهم موصيهم مرشوه كويس من عند الحجر. يمرشوا ايه وسليبات ايه؟ يمرشوا من الحجر ايه؟ السليبات بتاعتك دي المفروض يولعوا فيها بجاز. روح روح امشي. لا اطلب لواحد نستفك بالليمون. امشي امشي روح روح. ماشي. يا ريتني ما جبته معايا، يا ريتني ما جبته معايا. سلبات بالليل وتتقرش وتتقمش. شكرا تسلمينا. معلش يا مدام نهله ان احنا اخرناكي النهارده في المكتب، بس كنا عايزين ندردش معاكي شويه. لا ابدا ما فيش حاجه خالص، بس هي الدردشه بخصوص ايه بالظبط؟ احنا جايين نتكلم مع حضرتك بشكل ودي، ما اعرفش لو كان بلغ حضرتك ولا لا. احنا خلاص بلاش ماسكين قضية سيادة الوزيرة. ما هو طبيعي، يعني هو ينفع بعد الفضيحة اللي حصلت دي ان انتوا لسه تبقوا مكملين؟ هو انا كنت عايزة اسأل حياتك سؤال، هو الإعلان عن القبض على متهم في حين ان هو هربان، مش ده يعتبر برضه تضليل للرأي العام ولا ايه حضرة الظابط؟ واللي حضرتك بتقوليه ده مش يعتبر انك فرحانة فينا ولا ايه؟ هو حضرتك الريسك احنا كنا بناخده على أمل ان هو يصيب معانا، وكنا بنتمنى ان احنا نمسك كل الاطراف اللي متورطه في القضيه، بس الواضح للاسف انها خابت منكم. طبعا خابت وخربت على دماغنا كلنا، لان واضح برضو ان حضرتك من وانت صغيره بتحبي الافلام الهندي، تهربي من البوليس وتجري والحاجات دي. لو كنت اتعاونتي معانا من الاول ما كانش كل الكلام ده حصل. ما علينا يا كريم، ما علينا. ما علينا طبعا، امال ايه؟ احنا نسيبنا من اللي فات. يا ريت. احنا جايين لحضرتك عشان نفهم، احنا قبل ما نسيب القضيه كنا مسكنا خيوط ومعلومات كتير قوي، بس للاسف كلها ما كانش لها علاقه ببعض، فاحنا جايين لحضرتك عشان نربطها وننظمها مع بعض واحده واحده. وانا حياتك مش عارفه بالظبط هو انتم مكملين ليه بعد ما سبتوا القضيه، بس يعني كل اللي اقدر اقوله لكم ربنا يوفقكم. تمام مدام نهله، احنا جايين لحضرتك عشان عاوزين نقابل درويش، وعارفه ان انت ليكي سكه معاه وممكن توصلينا بيه. طيب ماشي، لو افترضنا ان ده صح انتوا عايزين ابلغ عنه يعني؟ لا طبعا، احنا بس محتاجين من حضرتك تقعدينا معاه نتكلم ونسمعه هو شخصيا. طيب ولو افترضنا ان انا ليا طريقه اعرف اوصلكوا بيها لدرويش، انت متخيل حياتك ان هو هيرضى يقعد معاكم؟ وحياتك مش شايف ان ده طلب خيالي شويه؟ بس حضرتك مش هتقولي ان احنا عاوزين نقعد مع درويش عبد الرب، حضرتك هتبلغيه ان احنا محتاجين نقعد مع فضل سيد الرب. ميسيو اسعد، ارجو ان اتصالي المره دي بقى يكون في وقت مناسب. الوضع عندي هلا هادي وبيحتمل كل الكلام باستثناء اللي راح، ما بدي اسمع عنه شيء، فاذا عندك شيء خبريه جديده قولا. ماشي يا سيدي، خد عندك بقى الخبريه الجديده. المعلومه اللي اقولها لك دي فور فري، الفايل اللي انت بتدور عليه مع امجد الدين. والمفروض اني اعرف مين السوبرمان اللي اسمه امجد الديب؟ لا ده بيزنس مان كبير،
يكون كبير في السوق وشغله كله بيبقى متداري يعني. طيب وشو طبيعة أعماله الكبيرة اللي عم تقول عنه؟ كل حاجة بتندرج تحت اسم كلمة بيزنس. أنا ما عملتش عنه تحريات كتير بس المعلومة دي هي الكادو بتاعتي. لكن أكتر من كده بقى هيبقى يعتبر بيزنس ومحتاج اتفاق جديد. يا حازم يا حازم، شو فايدة الاتفاقات إذا بتنخرق؟ على كل أنت ما تتصرف بشي حتى أعطيك الأوردر. طيب وبالنسبة لفلوسي اللي أنت حابسها عنك مش هتفرق عنها؟ وخلي بالك أنا الديل بتاعي التاب برا كده ده بيزنس تاني خالص. لا اطمن عن جد اطمن وكلنا حنكون راضيين بالآخر. ماشي بس ما تتأخرش علي. أنا صاحي. تفضلي أنا سامعك. يطلعوا مين الجماعة دول؟ ظباط؟ ولا شاب؟ فاكر الظباط بتوع أمن الدولة اللي كانوا بيحققوا معاك؟ يا آخر بيتك، يلا آخر بيتك. اشرب مية أنا، اشرب مية. اشرب ميه امسك ولا ناس مصايب اشرب. انا سامعك يا عم درويش، حرام عليك. حرام عليا ايه؟ وانا جيت يمتك هدي تجيب سيره برضو زي دي كده على الاكل. طب سيبني حتى نعرف نبلع اللقمه. تعرف تبلعها؟ انت قاعد تقول ان انت حش زي الحمار. المهم فاكر الظباط دول ولا لا؟ دي حاجة تتنسى عم درويش؟ دول ما اتنسوش. على فكرة الظابط اللي كان بيحقق معايا كان اسمه الظابط أشرف، بس ايه كان حنين كده وراسي قوي، حاسس انه ظابط دكتور. كان يسحب مني المعلومة بالراحة زي نفس السيجارة كده لما يخرج بعد أكل السمين. اشهر اشهر يا حبيبي اشهر. تاني كان اسمه الظابط كريم، ده اللي ما يتنسيش خالص بقى. أجرك الله لما زرابينه تطلع ما عرفوش يلموها، بس الحمد لله كان بحاجة مع نبوي. بس بصراحة عم جاويس من الآخر كده، أنا لولا الخوف اللي كنت فيه أقول لك إن الناس دي مننا وعلينا. صح. يعني أمن الدولة ايه؟ انا اشرب 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 يعني سعادتك شاف كده باشا؟ طيب على بركة الله سعادتك، مع السلامة. ايوه يا استاذه، بلغي البشوات ان فضل الغول هيقابلهم الساعه 6. لا 6 الفجر. كل ما يكون بدري كل ما يكون احسن. التاجيل ملوش لزوم، انتظار موت بالبطيء.
الخطر هيفضل موجود طول ما الدنيا ماشيه. ده حال الدنيا من ابد الابدين. بس الضلمه مهما طولت حتما وراها نور، والبرد بعده دفى. مفيش حاجه بتفضل على حالها، حتى العدو مهما زاد في عداوته ممكن يجي يوم ويبقى صديق. شرفته. ازاي؟ طب مش قبل ازاي؟ غير مؤاخذة يعني نتعرفوا على بعض؟ لا احنا عن نفسنا عارفينك كويس قوي. احنا مين؟ دي مصر كلها عارفاك. ربنا يخليك يا باشا. كريم باشا مش كده؟ اشمعنى؟ لا من غير اشمعنى يا ابو الفقاقة يعني كده. ساعتها بقى اشرف باشا الرئاسي. ده انت تعرفنا كويس بقى. على قدي والله يا باشا على قدي. طبعا انتوا عرفتوا انه اسمه فضل الغول من ملف القضيه اللي سرقتوه من بيتي افنديه مش كده؟ اه يا باشا، بس احنا والله كنا بس اللي في نيتها يعني ان احنا عايزين نعرف ونفهم كل حاجه. اخر حاجه انا اتوقعها يا باشا ان انت تبقى متعاون معاه من الاول. انا الحقيقه كنت في الاول عاوز اجيبه زيكم كده بالظبط. لما شفت صورته في التلفزيون يوم حادثه اغتيال الوزير عرفته على طول. شكله صحيح كان متغير عن أيام ما هرب مني، وكنتش مصدق إن الدنيا بتديني فرصة تانية علشان أنظف البقعة الوحيدة في تاريخي، وكنت متأكد إن هعرف أستغل الفرصة دي وأوصل له قبل أي حد تاني، لأنه كل الناس كانت بتدور على درويش عبد ربه، لكن أنا الوحيد اللي كنت بدور على فضل سيد الغول. من ملف قضيته القديمة عرفت المكان اللي ممكن يلجأ له لما يتسرق. حمد لله على السلامة. انت متخيل يا ست اللي هو المجهود اللي كنت هتوفره علينا وعلى الداخلية كلها لو كنت قلتنا على مكانه اول ما عرفت؟ طب انا من غير مؤاخذه يعني، ما انا قدامك اهو كريم باشا، ما قبضتوش عليا ليه؟ من غير مؤاخذه يعني انا عارف انكم سبتوا القضيه، بس انتوا لسه برضو يعني معلقين كتفات مير يعني صيده زي حالاتي هتقلها وتعليكم. ايوه بس احنا كان عندنا عاوزين تفهموا. انا كنت في يوم من الايام ظابط زيكم بالظبط، عشان كده عارف انتوا بتفكروا ازاي. على فكره يعني اللي انا عايز اقوله لكم، أعظم لحظة في حياة الضابط إنه يفهم القضية اللي في إيديه مش إنه يقفلها. عشان كده حضرات أنا حاولت إن أنا أفهم القضية اللي فيه. زهير ده كدبة. كدبة أنت اخترعتها بخيالك. إن أنا حسدتها ولا هترحمك من الإعدام يا درويش. يا شوقي بيه، يا شوقي بيه ارحمني. حرام عليك زهير، مش وقت زهير. اهو زهير اهو. اهو زهير اهو. دسوقي تحت دراع زهير اليمين، وانا اهو كتفي جنب كتفه. يا ريته يا ريته كان اتقطع قبل ما يلمسه. امال انت كنت فاهم ايه؟ كنت فاهم ان انا هاجي لك لوحدي يا درويش؟ معاك موبايل؟ ها؟ معاك موبايل؟ اخلص. ايوه معايا. هاتوا هاتوا وريني. اسمع امسك، انا سجلت لك نمرتي. يلا يا حبيبي بقى اداري في حته جوه. يلا ما تقفش انت النحل، انت حتى النحل. يلا يلا ما فيش وقت.
اللواء، انت كويس؟ ما تخافش يا اخي، انا تمام. المهم يلا 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 الحقوا قبل ما يهرب. هو فين؟ اكيد يا اخي طلع السطوح. اطلع يا ابني السطوح بسرعه. ساعتها ما كنتش فاهم بيعمل كده ليه، بس اللي ريحني اني حسيت انه عاوز يساعدني، مع اني ما كنتش عارف ازاي هيساعدني. شوقي باشا. اتفضل. ايوه سعادتك. ها انت لسه في السكاكيني؟ وانا مفيش حته تانية اقدر اروحها دلوقتي. وناوي تعمل ايه؟ مش عارف، بس حتى سعادتك تفتكر يعني لو عرفت هقول لك. مش عايز تقول بلاش. شوقي باشا، سعادتك عملت معايا كده ليه؟ كنت عاوزني اقبض عليك ولا ايه؟ تأكيد لا. سعادتك عرفت زهير من الصورة؟ هو البني آدم مستحيل ان هو يعرف صورة بني آدم من صورة قديمة مر عليها يجي 20 سنة. وليان سعادتك ممكن تكون شاكك في حد تاني. مش متأكد، بس أنا عاوزك تحاسب الفترة الجاية، حاسب من كل خطوة بتخطيها. خد بالك برضو إن الموبايل اللي معاك ممكن يجيبوك منه، فاهم؟ عارف، أنا هتخلص منه في أقرب وقت، بس أرتب نفسي الأول. أنا عارف يا فضل إنك أنت عاوز تخلص من البلوى اللي انت فيها دي، لكن في نفس الوقت متأكد انك انت مش هتنسى تدور على زهير. بقولك ايه يا فضل، اذا عرفت اي حاجة عنه ابقى بلغني على طول. زهير الملاح اللي هو امجد الديب. الله 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 الله، ده انتوا مذكرين الملف جامد بقى اهو. ملف والصور القديمة وفضل وزهير وتسوي. هم شافوا الصورة دي فين؟ يعني هم هيشوفوها فين؟ لو في الملف طبعا. خير يا حضرات، واقفين ليه كده؟ أمن وطن يا حبيبي. تمام يا باشا. اتفضل اتفضل. أنت مقضيها كده على طول ولا إيه؟ مش إحنا عملنا حاجات كتير قوي يا باشا، جت على دي يعني. عشان كده بقى سيادتك كنت عارف إن هو مش معانا لما نزلنا خبر القبض عليه. لا يا شيخ، أنا الحقيقة ليلتها يعني صدقت الخبر، بس قعدت مدة طويلة عاوز أوصل لأي حاجة تعرفني إزاي اتقبض عليه وإمتى وفين، معرفتش أعمل أي حاجة. بس في الآخر بقى تاني يوم على طول لقيته هو بيكلمني. حاولنا نفهم أنتوا بتعملوا كده ليه. الحقيقة يعني افتكرت إن أنتوا عاوزين تقفلوا القضية وتلبسوها لأي حد. وأنا بقى ظنيت بصراحة يعني من غير مؤاخذة يعني إن أنتوا اديتوني الأمان عشان تسيبوني براحتي وبعدين تعفقوني. وعشان تقطع الشك باليقين، سيادتك عملت بلاغ كاذب ان درويش في المقابر. لا استريح استريح، دي انا مش شغلي بقى، ده شغله هو، دي فكرته هو. انت معلم. حبيبي حبيبي يا باشا. بس احنا ما كناش بنجري ورا الخط ده ولا الخط دوت، احنا كنا عايزين نشوف في اطراف تانيه بتجري وراك ولا لا. متأكدنا؟ وساعتك اتأكدت ان حازم ولا امجد الديب؟ الاثنين الاثنين اتسعر ورا الطعم، بس للاسف ما عرفناش نثبت عليهم اي حاجه. ما انت لو ما كنتش كشفت نفسك يوم حادثه بيت السكاكيني كان زماننا لسه مكملين. ولا كنتوش هتوصلوا لحاجه. انا نفسي ما كنتش اعرف ان زهير هو امجد الديب لحد الليله المشؤومه دي. يعني زهير بقى اسمه امجد الديب؟ ما اعرفش، بس العربيه متسجله بالاسم ده، واللي انا شفته جواها هو زهير. انا عرفته عشان شفت له صوره وسط صور ابويا القديم. تاني يوم كنت محتاج اتاكد واتاكد. ايوه هو هو. الدم غلي في عروقي، كان عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان ارد له ولو جزء من العذاب اللي عشت فيه اكتر من 20 سنة. انت اصلك مش عارفه حاجه؟ معلوم مش عارفه، ولو مش عايز تحكي ما تحكيش، بس عشان خاطري عشان خاطري فكر كده وركز، ان شاء الله هتلاقي لها الف حل غير اللي انت بتفكر فيه ده. كان ممكن تسيبيني مع نفسي شويه كده، عايز اقعد لوحدي. حاضر يا اخويا، خد راحتك. يا
الو. ايوه شوقي باشا، انا فضل الغول. مالك؟ انا عرفت ان زهير الملاح لابس توب واحد تاني اسمه امجد الديب. عارف؟ عارف. طب ولما انت عارف ما قلتليش ليه سعادتك؟ عشان ما توصلش للي انت فيه دلوقتي. يا سلام، امال بقى عامل ازاي يعني؟ الانفعال الزياده ممكن يعميك عن التصرف السليم. شوقي باشا، شوقي باشا، انت مش حاسس بيا؟ انا جوايا نار في حشايا. والنار دي هتبرد لما تنتقم منه ولا لما تثبت ان هو موجود؟ الاثنين يا باشا، الاثنين. ما ينفعش، لان انت لو انتقمت بالطريقه اللي في دماغك دي، زهير هيفضل طول عمره شبح. ساعتها حاولت الاقي سكه اثبت بيها ان امجد هو زهير، بس للاسف السكه الوحيده اللي كانت قدامي كان فيها خطر على اقرب الناس ليا. طارق. ايوه طارق، زهير لو عرف ان انا وقفت معاك في موضوع زي ده مش هيسيبنا في حالنا. زهير لما كان بيشتغل محاسب في شركه فراخ في السكاكين، عمل اللي عمله معاك زمان، تفتكر يعني انه هيعجز وهو رجل اعمال كبير زي ما انت بتقول انه يخلص عليا انا وابنك؟ وحتى لو ما عملش فينا حاجه، مجرد دخولي انا في موضوع زي ده مش في مصلحه طارق. وقتها حسيت اني مشلول وظهري للحيط والدنيا بتضيق عليا وبتسلمني الحل واحد ملوش تاني. لازم اهرب دلوقتي عشان لعنتي ما تحلش على اللي حواليا واقولهم طارق ابني. خد وقتك وفكر كويس وشوف ايه اللي انت عايز تعمله، وفي النهاية القرار قرارك. التوهة كبرت والعتمة زادت وبقيت عامل زي اللي عينيه شايفة سواد ومستني شعاع نور ينور له سكته. يعني انت جاي تاخد رأيي ولا تبلغني بقرار؟ وانا لو كنت وصلت القرار ما كنتش جيت لحضرتك. يعني عاوز رأي ماشي، ورأي ده انا هاخده من كلامك انت. ما تصلحش الغلط بغلط وانت عارف انه غلط. يعني ايه؟ يعني الهروب غلط، وهروبك زمان كان غلط، وهروبك دلوقتي تكرار لنفس الغلط. وما تنساش، ما تنساش انها اللي مشي من العمر مش قد اللي جاي. كنت محتاج اسمع اسمي من حد عارفني، كنت محتاج احس ان فضل سيد الغول لسه عايش وافتكر هو ممكن يقدر يعمل ايه. ولما افتكرت بقى قدرت تعمل حاجه؟ لا، هو من ناحيه عمل فهو عمل وهعمل لسه كتير. عندكم وقت تسمعوني؟ طبعا، احنا محتاجين نعرف كل حاجه، بس الاول كده خلينا نتفق ان امجد الديب او زهير الملاح ايا يكن ما بقاش لي علاقه تماما بموضوع التاب بتاع الوزيره، صح؟ انا بقى احب التستيف اول باول. اولا موضوع التاب بتاع الوزيره ده ليه حدوته تانيه خالص، هحكيها لكم برضه.